الله يسلمك. وحشتني قوي. ودي كمان يا هدى. يروح قلبي اقعد. قول لي الرحله كانت كويسه؟ ايوه. والمؤتمر كان ناجح؟ عايزك تحكي لي عن كل حاجه. متصورش يا احمد قد ايه بتوحشني لما بتغيب عني. وانت كمان يا حبيبتي. مالك يا احمد؟ يظهر تعبان شوية من السفر يا حبيبتي. ننام دلوقتي عشان نصبح الصبح كويس. تصبح على خير. أحمد انت بتحب هدى ومش ممكن تتصرف اي تصرف يضايقها. انا دايما ملياش حظ لاني عرفتك وانت مرتبط ووراك مسؤوليات. انسى يا احمد اللي اتفقنا عليه. احنا لازم نسيب بعض ومفيش طريقه غير اني اتخلص من الجنين. ازاي ده مش ممكن ابدا؟ مش ممكن. انا لازم اكلمها ليلى.